والكلمات الأربع نفسها سبحان الله فيها محو للسيئات عجيب جدا، وشأنها عجيب في تطهير العبد من سيئاته. صح في الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي يوما مع أصحابه ومعه عصا بيده، فمر بشجرة يابسة فيها ورق يابس وخبط الشجرة بعصاه التي في يده، ماذا يحدث؟ تساقط الورق. الصحابة يرون أمامهم ورق الشجر، الشجرة يتساقط، فقال عليه الصلاة والسلام واستمعوا إلى ما قال، فقال إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لتساقط ذنوب العبد كما تساقط ورق هذه الشجرة. هذا مثال ضربه لهم يبين كيف أن هذه الكلمات الأربع تساقط الذنوب. فكلمات الأربع هذه لها شأن عظيم في رفعة الدرجات.